وحشتوني 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 من هنا لبكره الصبح. انا بقالي كتير قوي ما جيتش هنا القناه دي، ودايما بنزل لكم الفيديوز اللي انا بصورها على الانستجرام، وده لان شويه متطلبات الفيديوهات على السوشيال ميديا بقت واخده شكل تاني خالص. الناس بقت تحب الفيديوهات السريعه اللي ما بتضيعش فيها وقت كتير، اللي نقول فيها المعلومه على السريع ونخلع، ما نديش تفاصيل، لان الناس تقريبا خلقها بقى ضيق وما بقتش مستحمله ان يبقى فيه تفاصيل كتير. فخليت الميك اب على الانستجرام شويه، الناس لسه هناك بتتفرج على الفيديوز بتحبها، وبما ان الفيديوهات بتبقى مدتها قصيره فالناس بتبقى اكسايتد وبتحب جو الفيديوهات هناك. انا الناس اللي ما عندهاش انستجرام، انا عارفه ان في ناس كتير على اليوتيوب ما عندهاش انستجرام، فعشان كده اغلب الفيديوز اللي انا بصورها على الانستجرام بنزلها لكم هنا على اليوتيوب عشان ما احسش ان انا مقصره مع البنات اللي ما عندهمش انستجرام. وبس كده، النهارده راجعه لكم فيديو انبوكسنج من عند شي ان لاكتر براند انا بموت فيها جوه شي ان، وهي براند اسمها دايزي. البراند دي حلوه جدا، الهدوم بتاعتها الكواليتي بتاعتها حلوه جدا، شكل الهدوم فيها مختلف، تحس ان انتوا جايين كده من اسيا من كتر حلاوه الهدوم. حاولت في الطلبيه دي ان انا انقي اكتر هدوم ترندي الوانها موضه جدا، وايه الالوان بتاعت الموضه السنه دي. هي اول حاجه البيج يا جماعه، البيج موضه جدا السنه دي، الاوف وايت، الابيض، الزيتي. الزيتي مش طبيعي، الزيتي انا كل ما انزل مكان الاقي زيتي. فتقريبا الصيف ده الالوان كلها رايحه على الحاجات الناتشرال قوي، الحاجات اللي هي كافي فاتح بيج، الحاجات دي كلها. فحاولت ان انا انقي الحاجات دي في الطلبيه دي. انا عارفه شكل الهدوم على الويب سايت بس ما اعرفش شكلهم عامل ازاي. الصندوق بس انا فتحته وده شكله، ده جواه تقريبا 17 18 قطعه تقريبا، وطبعا هو مدفوس جوه كده مش عشان هم راستينه اطلاقا، هو كان يعني مليان، بس انا ما فتحته ديالا دخلت قعدت جوه، فما قعدت جوه طبقت لي الصندوق بالشكل ده. فيلا يا حلوين، خليني كده اسيب سبيس عشان اقدر في المكان ده احط لكم شكلي وانا بعمل ستايلنج للهدوم او شكل القطع عامل ازاي. وتعالوا على الانستجرام، بنزل يوم صوره يوم ريل، يوم صوره يوم ريل، فمش هتزهقوا خالص على الانستجرام. انتوا ما بتجوش الانستجرام ليه؟ وبس كده حبايبي، كل القطع اللي هوريها لكم النهارده هتلاقوا الاكواد بتاعتها تحت في الديسكربشن بوكس، والكود اسهل بكتير يا جماعه من ان انتوا تاخدوا اللينك. يعني الكود، تاخدي الكود تحطيه في السيرش بتاع شي ان وتضغطي سيرش، هيجيب لك القطعه بالظبط بلونها بكل حاجه. فالكود اسهل بكتير قوي من ان انا احط لكم لينكات. وبس كده، اكيد في ديسكاونت كود هتلاقوه موجود على الشاشه، هتلاقوه كمان في الديسكربشن بوكس. وكفايه رغي بقى يا دعاء، يلا بينا نبتدي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول لون هو اللون اللبني الفاتح. قلت لكم ان الالوان كلها الناتشرال او اللي ليها علاقه بالطبيعه هي اكتر الوان موضه، ومن ضمنهم كمان اللون اللبني. هنبتدي بالبلاوز القمر دي. انا قلت لكم يا جماعه الحاجات الناتشرال هي اكتر حاجه موضه السنه دي، واللون اللبني مش هننساه، هو لون البحر اصلا. اول حاجه لفتت نظري هي الكسره اللي من ورا دي، اكيد هتبقوا شايفين شكلها على الموديل دلوقتي، كسره كده من ورا وزي بتاعتين كده من قدام، شكلهم كيوت قوي يا جماعه. بصوا الفتحتين دول مخليين القميص شكله حلو قوي، قميص صيفي بحت، تمام. وفي من هنا زي كسرات كده، يا رب تكونوا شايفين. انا سايبه الجزء ده فاضي عشان احط لكم فيه الصوره على الموديل وعليا. البلاوز انا كنت متخيلاها تكون اطول من كده بس طلعت قصيره، بس كمان هي واسعه يعني، وانا كده كده بلبس بنطلونات واسعه، فعارفه ان هي شكلها هيطلع حلو قوي. ولسه امبارح مشتريه بنطلون بيجي جنن، فهيبقى على القميص ده خطير. القطعه دي ترانش كوت، دايما الناس تلبس الترانش كوت او الكوتس في الشتاء، فغريبه شويه ان هو يتلبس في الصيف، بس السنه دي موضه جدا ان انتوا تلبسوا الترانش كوت على قميص في الصيف. والخامه بتاعته خفيفه، يعني هو ممكن يكون باين على الويب سايت ان هو جلد او تقيل، بس لا، الخامه بتاعته خفيفه وحلوه جدا، ومتوقعه ان شكله يبقى يجنن في اللبس زي ما انتم شايفين كده. وليه حزام من ورا وليه جيبين من قدام. هحط لكم طبعا شكله على الموديل، بس انتم ممكن تحسوه شويه على الموديل باين كانه شويه جلد، بس هو مش جلد خالص، هو قماش وخفيف، يعني رائع للصيف. تعالوا نشوف القطعه دي. دي زي شيرت، عارفين اللبس بتاع الكوريين، هو بالظبط كده. انتوا ممكن تحسوا ان الهدوم واسعة على البنات، لان البنات الموديل تقريبا كوريين، فهم جسمهم اصلا صغير، فالحاجة باينة عليهم ان هي واسعة قوي. فلو انت عايزة تاخدي الستايل الواسع هاتي مقاس اكبر من مقاسك بحبة، مقاسين ولا حاجة، لان هم مقاساتهم صغيرة. يعني ده كان على البنوتة تقريبا واسع، وانا جبته لارج على اساس ان هو يبقى برضو فاهمين كده هيبقى حلو عليا واسع زيها، بس حساه هيطلع اللي هو على القد بالظبط، بالظبط على القد. فلو كنت اعرف كده كنت جبت مثلا مثلاً XX large كان هيبقى شكله اروش بكتير واوسع بكتير. بس ده حاجة كده البسها بقطن وانا رايحة الجيم، لان انا ببقى عايزة هدوم قطن، وانا طالعة على الستوريز على الانستجرام ببقى عايزة اي حاجة بكم بس تكون خفيفة. فالصراحة شكله حلو قوي، والخامة بتاعته قطن قطن، يعني انا بتالي براند اللي اسمها دايزي دي اغلب منتجاتها فعليا قطن. ده برضو يا جماعة عامل زي كارديجان
بليزر بس من غيركم، انا مش عارفه ده بيبقى اسمه ايه بس ده شكله، ده برده شويه شبه الترانش كوت بس قصير، وده برده زي ما قلت لكم الستايل ده نازل موضه جدا السنه دي، يعني لو لبستيه وعليه قميص وعليه سكيرت من تحت هيبقى شكله قمر، عليه بنطلون قماش من تحت هيبقى شكله قمرين. انا متوقعه ان انا عامله له ستايلنج حلو قوي قدامكم، انا مش عارفه انا هعمل ايه، بس هو الصراحه هيساعد ان انتوا تلبسوه بميت شكل وشكل، عليه قميص ابيض، عليه قميص بيج هيبقى قمر زي ما قلت لكم، عليه جيبه وممكن تقفليه وتحطي له حزام من النص هيبقى تحفه، فحساه كده قطعه جامده وحلوه قوي وليها مليون ستايل في اللبس. انا جايبه الوان ناتشرال بطريقه مش طبيعيه، اللون الكموني ده برده مجنني قوي السنه دي. اوكي حبايبي ده قميص، الخامه دي مش عارفه اسمها ايه بس مش عارفه دي كتان ولا ايه، بس بدل اتكسر بالشكل ده يبقى ده كتان وش، لان مفيش حاجه بتتمرمط كده غير الكتان. ده قميص تمام، بس هو شكله غريب شويه، يعني بصوا ليه زي حزام كده من تحت، شايفين حزام برباط، انا مش فاهماه، يعني هرجع تاني للصوره على الويب سايت واشوفه كان عامل ازاي، بس غريب غريب وحلو، فاهمين يعني هو قميص والحركه اللي من تحت دي مش مفهومه، يعني ده بيتراب ولا ده بس بلبس القميص وبيمسك لي القميص بس من تحت كده بحيث انه من تحت يبقى ماسك ومن فوق واسع، هشوف الصوره واقول لكم، بس اللون يجنن، بس اي ثينك ان دي خامه كتان لان مفيش حاجه بتتمرمط كده زي الكتان. بصوا بقى يا جماعه البتاع ده او الكورسيه ده نازل موضة جدا السنة دي وشفته في مليون محل ومحل، بس هو اكيد على شي ان ارخص بكتير جدا من المحلات. انا جايبة منه كذا حاجة بس يا رب يجي زي ما في بالي. الكورسي ده كورسي البنات بيلبسوه على ايه، على بنطلون، فيبقى كده يعني كروب تمام، بس انا جه على بالي ان انا اجيبه مقاسه كبير والبسه على قميص، حاساه يبقى شكله حلو قوي، لسه مش عارفه، انا كده كده كل بنطلوناتي واسعه مش ضيقه، بس حسيت ده لو اتلبس على قميص هيبقى شكله حلو جدا، لسه مش عارفه، فلو ظبط على القميص اكيد هكون بصوره لكم ووريه لكم دلوقتي، لو ما ظبطش فسامحوني جدا ممكن يكون ضيق، فخلينا نشوف هيبقى عامل ازاي وارجع لكم. بس شفته في محلات كتيره جدا 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 وسعره مبالغ فيه قوي عشان كل الناس جايبه. ده توب بيسك تمام، بس ده برضو شفته على الموديل، انا قلت لكم الموديل صغيرين فممكن الحاجه تبان عليهم مظبوطه فهتجيلنا احنا كروب، فخدوا بالكم من الموضوع ده. عجبني قوي التوب ده لان انا ببقى عندي حاجات كتير مثلا هلبسها مثلا على جاكيت جينز واسع كبير، فعايز حاجه من تحت تكون قصيره ما تكونش طويله قوي لان انا اوريدي الجاكيت بيكون مغطي تماما يعني، فببقى عايزه حاجه زي كده، فجبت البلاوز دي، هي احلى حاجه فيها ان هي جايه من تحت كده كانها سبعه بس شكلها خطير والخامه بتاعتها تحفه تحفه تحفه، الخامه دي انا بحبها بتبقى مضلعه شويه، خليني اقرب لكم يمكن تشوفوها، تضلعتها مش اوفر بس بتبقى مضلعه شويه، والخامه طريه جدا للصيف، انا بقول لكم انا بموت في ديزي عشان الخامات عندهم تجنن. اوكي ده شيرت برده، كل الشيرتس دي يعني جايباها عشان البسها وعليها دينام جاكيت او البسها في الوقت اللي انا بصور لكم فيه ستوريز او حاجه مش مبينه اللي تحت، فاهمين، فابقى لابسه لكم شيك من فوق. ده نفس الفكره، هو ستايل التيشيرتات ده نازل موضه جدا السنه دي، اللي جاي سبعه واللي جاي دايره اللي هو الحاجات اللي على القمر على طول دي نازله موضه قوي قوي قوي، فانت لو مش محجبه هتنبسطي جدا بالموضه دي، يعني هتحسي كده انك لابسه حاجه جامده لان كل البنات بتجيب الهدوم دي دلوقتي، فالصراحه عجبني قوي، يعني انا حتى لو هلبسه في البيت بس شكله شيك وكيوت موت. دي قطن 100% انا متاكده من ملمسها، قطن 100%، وتخيلوا ان دي النونة الصغننة دي سايز لارج، فعشان كده لو هتشتري اي حاجة من البراند بتاع ديزي ميك شور ان انت تجيبي اكبر مقاسك درجة او درجتين، درجة لو عايزاها تكون مظبوطة، درجتين لو عايزاها تكون اوفر سايز عشان ما تلبسيش زي كده بالظبط، ان هما حجمهم قد كده. اوكي مش بقول لكم الالوان الناتشرال كموني بيج الحاجات دي كلها موضة جدا، البلوزة دي انا شفتها على الموديل اتهبلت كده، حسيت انت ايه، فاهمين، كانت حلوه، لا بجد كانت حلوه عليها، فيا رب تبقى حلوه عليا زي ما هي حلوه عليها. هي بلوزه غير مفهومه اطلاقا، يعني شايفين كميه الرافلز اللي فيها، ده الكم بتاعها تمام، في استك وواسع كده شويه وفي رافلز من اول الرقبه لغايه الجزء اللي نازل ده كله، والرافلز كمان موجوده على الكم من هنا، طبعا هي مش هتبان لكم خالص غير اما تتكوي وتتظبط عشان يبان شكلها، بس احلى حاجه فيها ان هي طويله ودي على جينز غامق هتبقى كيوت جدا، يعني انا بحس ان الالوان الكموني والبيج مع الجينز برده بيبقوا حلوين قوي، فحاسه هيبقى شكلها حلو قوي على بنطلون جينز، هقيسها برده واوريكم شكلها عامل ازاي، بس انا محتاجه ابعت الهدوم دي كلها للمكواه. اللي بعد
برضو. ده تقريبا برضو نفس الكورسي اللي انا جبته البيج، خدت منه لون زيتي لان زي ما قلت لكم الالوان الناتشرال ايه موضة جدا، فجبت برضو نفس الحاجة على زيتي لاني قلت برضو عندي قميص ابيض كده طويل، فحاسة ان انا لو لبسته عليه هيبقى شكله كيوت قوي، فخليني برضو اشوف. وخدت برضو مقاس لارج، حاسة تبقى اوكي مع القميص اللي انا هلبسه عليه. اللي بعد دي نفس البلاوز السودا القصيره، قلت لكم ان انا جبت منها اللون البينك ده، ملوش علاقه بالموضه خالص، ده ليه علاقه بيا انا. انا من ساعه ما خلفت دياله وانا بقيت بحب البينكات قوي، انا مش فاهمه البنت دي ايه ظروفها، صغرتني معاها بطريقه مش طبيعيه، بس حاسه ان انا قلبت باربي وكل اللبس اللي انا بلبسه في البيت بينك. فده شكل البلاوز كده تمام، الكم بتاعها طويل وزي ما قلت لكم هي من قدام زي السبعه ومن ورا قصيره. اوكي دي بلاوز، بس الخامة دي انا ما بحبهاش، الخامة دي انا ما بحبهاش، بس انا مش عارفة دماغي كانت فين وانا بشتري البلاوز دي. اولا البلاوز دي قصيرة وانا كنت عارفة انها قصيرة اما كنت بشتريها من على الويب سايت، بس هتقوليلي دعاء جبتيها ليه؟ اقولك اقسم بالله ما اعرف، مش عارفة بس حسيتها حلوة، يعني قلت ممكن مثلا لو اخواتي يجولي في العيد حاجة البسها على بنطلون وتبقى قصيرة كده وشكلها عسول، يعني مش لازم كل حاجة نشتريها نخرج بيها يعني. فده شكلها وهي فيها زي رباط كده وبتتراب كده من ورا وبتتراب كده تاني من قصدي بتتراب من قدام وبعد كده تتراب تاني من ورا، بيبقى شكلها كيوت. هي كانت على الموديل تتجنن بجد تتجنن، فحاسه ان انا هلبسها قوي في البيت او ممكن البسها وانا خارجه، بس لو لبستها على جيبه هتبقى حلوه قوي على جيبه. اوكي قلت لكم الالوان، هي دي الالوان اللي موضه السنه دي يا جماعه. دي بلاوز انا عشان اعرفكم ان هم مقاساتهم صغيره جدا تمام، دي بلاوز شفتها على البنت كانت عايمه فيها، البنت اقسم بالله كانت لابسه سمول وتشوفيها تشفقي عليها، يا حبيبتي انت ما بتاكليش ولا ايه، واسعه واسعه قوي عليها. قلت بس انا هجيب اللارج هتبقى اوفر سايز كده ويا ارض تهدي ما عليكي قد دي. دي اللارج، دي لارج يعني صغنونه قوي يا جماعه، بس البلاوز كانت تجنن على البنت. اولا هي كانت فاتحه كل الزراير دي من ورا وده اللي انا هعمله اوكي، فمديه شكل خطير قوي كده من ورا، انتوا نفسكم لو شفتوها هتعجبكم جدا. وده شكلها، الخامه بتاعتها مش كتان ومش قطن، بس هي خامه خفيفه قوي يعني ولا حتى لينن، يعني خفيفه قوي. ده شكلها كده، زراير من قدام عاديه زي القميص وهي شكلها كله زي القميص، الحركه كلها اللي فيها هي الحركة اللي من ورا، ان انتي تقفلي زرار واحد ويفضل ده كله ظهرك مفتوح. عمري في حياتي ما اشتريت كمية الالوان الناتشرال دي في حياتي، في حياتي كلها. اوكي ده برضو قميص. اوكي انا مش عارفة ليه جايبة قمصان كتير قوي، القميص ده غريب شوية لان قفلته غريبة، يعني هو تحسه بيقفل كده يعني زي خش كده في بعضيه، بس حسيت شكله هيبقى حلو قوي والهدوم دي بتبقى لطيفة قوي في الصيف، ما فيهاش تفكير، بتليق كلها على بعضها خفيفه عشان ما تتخنقيش من الحر. فحاسه القميص ده برده هيبقى شكله كيوت، مش عارفه اوريه لكم كده كويس، بس اكيد انا قسته دلوقتي قدامكم وانتم شايفين شكله، بس اللون يجنن، اللون صيفي بحت بصراحه عجبني قوي، والخامه بتاعته بارده يعني عمرها ما هتحرر. حتى القميص ده لان القميص ده انا كان عاجبني من طلبيتين ثلاثه فاتوا، وكنت دايما اما بحطه ما بيجيش يعني بيبقى دايما اوت اوف ستوك او حاجه زي كده، فقررت ان انا اخد بنطلون بلوزه او قميص مخطط كده اخضر، مش عارفه ممكن تكونوا شايفينه ولا لا. اوكي قميص عادي بس ده كتان 100%، انا عارفة ملمس الكتان، قميص عادي جدا. القمصان السنة دي موضة قوي، وكل ما القميص وسع كده وبقى الهوا بيطيره كده بقى احلى واحلى، فده شكله قميص عادي جدا. صراحة مش عارفة الاخضر ممكن اعمله ستايلينج ازاي، بس خلينا نشوف. تقدر طلبية تعدي من غير بنطلون جينز؟ لا يمكن لا يمكن يا جماعة، خدت بنطلون جينز، انا كنت منقية صراحة اكتر من بنطلون، هم حطولي ده. اوكي ده بنطلون ستريت ليك كده، يعني الرجل كلها حته واحده، ولا واسعه من تحت ولا ضيقه، يا رب يطلع مقاسه حلو عليا، اللون خطير فعشان كده بقول يا رب يطلع مقاسه حلو عليا. جينز عادي جدا جدا، بس انا بموت في الجينز بتاع شي ان، وشايفين في زي شايفين استك كده، فهياخد ويدي معاكي. ده بقى يا جماعه انا مش جايباه غير عشان المصيف، يعني حسيته كده مصيف قوي، عارفين الشبك هو عامل زي الشبك كده، حسيته لو اتلبس على قميص بيج قميص ابيض، يعني هو مصيف، يعني هو جاي بيتحط قطع على قميص هتحلي شكلها جدا وتخلي شكله اقيم بكتير. فمش عارفه شفت كذا حاجه بنفس الشكل على برنامج كده بتاع لبس وهدوم اسمه بنترست،
بصراحه كان عاجبني قوي قوي، وكنت عايزه اجيب حاجه شبه كده، فخطيره. واحلى حاجه فيه ان هي طويله نوعا ما، لو لبستها على قميص هتبقى تجنن. اخر بيس وهي بنطلون بيج يا جماعه، اوعي تخرجي الصيف ده من غير بنطلون بيج، ان كان بقى جينز او كان كتان او كان قماش، بس البيج السنه دي من الاخر. هو ممكن يبان اوف وايت قدامكم، بس هو ليترلي بيج ده شكله. جينز عادي جدا، بس احلى حاجه في الجينز الملون عند شيء التراوه يا جماعه، الطراوة طري طري. انتوا مش لابسين جينز، يعني هو يكاد يبان جينز بس هو مش جينز، هو الخامة بتاعته طرية، مش الجينز اللي هيخنقك في السوق. وبس كده يا حلوين، ده الانبوكسنج بتاع النهاردة من الهدوم اللي انا جبتها من عند شي ان. والصراحة الطلبية دي داخلة جوه قلبي، يعني قاعدة جوه قلبي ومربعة، لاني حاسة ان انا مش محتاجة ابذل مجهود اصلا في الستايلينج. واحلى حاجة في لبس السنة دي انه فعليا فعليا مش محتاج مجهود، ان انت تنزلي تشتري سات موضة جدا، انك تنزلي تشتري قميص مع بنطلون كتان موضة جدا، الهدوم الناتشرال اللي بعيدة كل البعد عن المزركش والمنقوش والمخطط الاوفر والكلام ده كله، من الحاجات اللي مسهلة قوي لبس الصيف دلوقتي. اي بنوتة بتنزل اي مكان تروح واخدة حاجة بيضة، حاجة بيج، حاجة كافيه كده، وبقت على الموضة ولبسة احلى حاجة في الدنيا. فحاولوا الصيف ده، بما ان درجة الحرارة اجمل حاجة في الدنيا، انا بحب عموان الصيف، حاولوا ان انتوا تنقوا الهدوم اللي ما تجذب لكمش الحرارة، ما تخليكمش الشمس قاعدة متعامدة عليكم. وبس كده يا حبايبي، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. كل الاكواد بتاعت القطعة دي هتلاقوها موجودة تحت في الديسكريبشن بوكس، زائد ان على الشاشة هتلاقي كود خصم يديكي خصم اضافي اما تطلبي اوردر من عند الشيان. وان شاء الله ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيديو جامد جدا ان شاء الله. وبس كده يا حلوين، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.